بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، هو هنا بيقول لي إيه النمبر اللي أنت لو عملته تايم 3 يديك 57؟ هو أنا في العادي لما أقول مثلا إيه النمبر اللي أعمله تايم 3 مثلا يديني 6، بقوم أنا عامل 6 ديفايد 3 هيطلع 2 على طول، طالما هي تايمز أقوم أنا عامل ديفايد اللي بره ده ديفايد اللي جوه، فده اللي هيحصل هنا. هنعمل 57 ديفايد 3 أهي، والله عايز اعملها بالفاست ميثود سهله برضو، 5 ديفايد 3 مش هتنفع، نصغرها نخليها 4 مش هتنفع، نصغرها نخليها 3، 3 ديفايد 3 ايكوال 1، انا صغرتها 2، 5 صغرتها 2 عشان تبقى 3، نحطها جنب ال 7 بقت 27 ديفايد 3 ايكوال 9، يبقى النمبر ده كان 19. يا اما ممكن اعملها لونج ديفيجن اهو برضو نفس القصه 57 وادي 3، ونبتدي بقى نكتب تيبل 3 على جنب، 3 تايمز 1 3، 3 تايمز 2 6، 3 تايمز 3 9، تايمز 4 12، طبعا دي اطول شويه، تايمز 5 15، ماشي ممكن نكتب دول لو احتاجنا نبقى نرجع تاني. طيب هنا بقى 5 ديفايد 3 هندور على ال 5 هنا او نمبر اكبر منه اللي هو 6، خلاص هنرجع للي قبل، نحط ال 1 هنا وال 3 هنا ونعمل ماينس 5 ماينس 3 2، بعد كده اعمل دروب لل 7 بقت 27. طب ال 27 لو انا دورت، لو انا فضلت ماشي للتيبل لاخره الاقيها تايمز 9 ب 27، يبقى 9 فوق وال 27 تحت، وهعمل ماينس هتدي 0 0، يبقى الانسر برضه 19، بس الفاست ميثود جابتها اصلا. طيب لو جينا بقى على دي 4 ومديني هنا 2، دي ممكن لها كذا انسر. ليه بقى؟ لان لل 4 عشان اعملها تايمز حاجه وتديني 2، ازاي يعني 4 اعمله مالتبلاي حاجه ويديني 2؟ مش ممكن، ده المفروض يديني حاجه اكبر، يبقى دي ما كانتش 2 دي كانت 12، دي ما كانتش 2 دي كانت 12 اكيد، لان مش مع الفور لو انا عملته تايمز، ده انا لو عملته تايمز 1 هيديني 4، يبقى ازاي حضرتك بتقول لي 4 تايمز حاجه وتديني 2؟ تايمز بيديني حاجه اكبر، يبقى انا افهم من كده ان دي ما كانتش 2 دي كانت 12، خلاص يبقى اكيد كانت 4 تايمز 3 عشان تدي 12. طيب وال 12 دي 2 اند كاري 1، طب ايه النمبر اللي هنا بقى؟ النمبر اللي هنا هو سابوه لي بحريه الاختيار، ليه؟ ممكن احط اي نمبر هنا، اي ديجيت هنا ممكن احطه يمشي، يعني ممكن احط 5 مثلا، بس انا لو حطيت 5 برضه هتبقى في مشكله، لان ال 4 تايمز 5 20 هتدي 2 ديجيتس، هو سايب لي مكان واحد بس، يعني 4 تايمز 5 20 مع ال 1 اللي هيطلع من ال، يعني هجربها اهي، يعني لو جيت اعمل دي 4 تايم 3 12 2 اند كاري اب 1، 4 تايمز 5 20 20 بلس 1 يبقى 20 212، طلع 3 ديجيتس وعايز 2 ديجيتس بس، يبقى اكيد انا هحط هنا نمبر يكون صغير شويه. طب لو حطينا 2 مثلا اهو عادي تمشي، 4 تايم 3 12 2 اند كاري اب 1، طيب ارجع 4 تايمز 2 8 8 بلس 1 يدينا 9 تمشي. طب اللي كان يحط مثلا 1 مش غلط اه، يعني لو كتبتها كده ايه 4، وانا اتفقنا ان دي هتبقى 3 عشان ده يدي هنا ايه 2 اللي هي كانت 12، لو حطيت 1 برضو يمشي اه، 4 تايم 3 12 2 اند كاري اب 1، طيب 4 تايمز 1 4 4 بلس 1 5، طب اللي كان يحط 3 كده كده 3 دي ثابته لان هي اللي طلعت لي ال 2 اللي هي دي اللي هي 12، اللي يحط 3 كده 4 تايم 3 12 2 اند كاري اب 1، طيب 4 تايم 3 12 بلس 1 هيبقى 13، هيطلعوا 3 ديجيتس مش هتنفع، يبقى انا قدامي 2 اوبشنز بس، ان انا ممكن احط هنا يا 1 يا اما 2 عشان هو طالب مني 2 ديجيتس. لا بعد ما اخلص بقى اراجع المساله بتاعتي اشوف انا صح ولا غلط، فعلا 4 تايم 3 ايكوال 12 2 اند كاري اب 1، 4 تايمز 2 ايكوال 8 8 بلس 1 9 مظبوط، طب هنا 4 تايم 3 ايكوال 12 2 اند كاري اب 1، 4 تايمز 1 4 بلس ال 1 اللي انا كاري اب يبقى 5، يبقى مظبوط، يبقى انا اللي يحط هنا 2 صح، اللي يحط هنا 1 صح، طبعا ده الكاري اب 1 مش هيبقى ايه، مش هيبقى موجود، ده بالنسبه للايه للميسنج ديجيتس المالتيبلاي.